حياكم الله من جديد. حلقة اليوم ربما تكون نوعا ما تغرد خارج السرب، بعيدا عن القضايا الخدمية والقضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر، لكن القضايا التي اخترناها هذه المرة تصب في الجانب الرياضي تحديدا. وأرجو من الزملاء يعني في برنامج كورة ما يزعلون علينا دخلنا هذا الجانب، لكنه جانب يرتبط بشكل مباشر في المسائل الخدمية المتعلقة بالأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية. اعذروني أني أتكلم عن نفسي، وأعتقد أنه كثير يشاركني في هذه الزاوية. من يوم حنا صغار وحنا كل ما شفنا نادي رياضي أيا كان، نادي كذا وتحته نادي ثقافي رياضي اجتماعي، ولم نعرف من هذه الأندية إلا جانب واحد هو الرياضة فقط لا غير. الجانب الثقافي والاجتماعي اختفى، والرياضة أيضا الجانب الرياضي لم نعرف منه إلا رياضة واحدة التي هي كرة القدم، في حين هناك حالة إغفال واسعة لبقية الرياضات الأخرى. أقول هذا الكلام تمهيدا وتوطئة لموضوعنا الذي توجهنا إلى الطائف من أجله، نادي عكاظ الرياضي. ربما ما حد يعرفه، ما حد سمع عنه، ودائما نحن نعيش اللحظة الحاضرة. حينما قررنا العمل على نادي عكاظ والاتجاه إليهم لأخذ مشكلتهم، سوينا بحث سريع، اكتشفت أن هذا النادي نادي عريق، نادي قديم، ورث للرياضة السعودية العديد من الأسماء البارزة على مستوى المنتخبات، منتخب كرة القدم الأول، بل تجاوز الأمر إلى أن عندهم لاعب من ألعاب القوى حصل على ميدالية في الأولمبياد في لعبة العشاري حقة ألعاب القوى وغيرها من الأسماء. سعد الثبيتي اتجه إلى الطائف ورصد حال نادي عكاظ وفي ما يلي قضية. لم يكتمل حلم نادي عكاظ الرياضي بالطائف الذي حصل على قطعة أرض في أحد المخططات السكنية من قبل رجل أعمال قبل نحو 25 عاماً، فبعد أن طال انتظار بناء مشروع النادي على الأرض المخصصة له لاح في الأفق بوادر تحقق الحلم، لكنه لم يكتمل للأسف الشديد. أنه النادي ما في شيء، يعني أول كان لما كان النادي المقر القديم هذا اللي في السلامة كان من أقدم مقرات، مقر قديم جدا، وما أدري يمكن أنت عصرته أو لا، قبل 7 سنين تقريبا أو 8 سنين كان المقر هناك. على الأقل كان في ملاعب، ملعب قدم، ملعب طائرة، ملعب سلة، ملعب يد، صالة ملاكمة، صالة كاراتيه، صالة سلاح. يعني كان عندنا في يوم من الأيام يمكن 12 لعبة. نادي عكاظ ومقر عكاظ ممنوح لل من قبل رجال الأعمال في أحد الأحياء الجديدة، وسلم لرعاية الشباب من منذ سنوات. بعد 6 سنين من رعاية الشباب اعتمد من مقام السامي من الملك أنه أحد الأندية التي ينشأ عليه مقر، صرف لذلك 60 مليون ريال. أنا لا أستغرب ولا أتعجب منه رعاية الشباب، رئاسة العام رعاية الشباب، كيف تهمل مشروع ميزانيته مرصودة وموجودة وموجودة على أرض الواقع، لماذا يهمل؟ أنا فكرت في فترة من الفترات أنه إحنا نبيعها ونشتري أرض أكبر منها في موقع آخر في الطائف، لكن كان العائق الأكبر أنه الأراضي هذه تعتبر أراضي حكومية، لو بيعت تعاد إلى وزارة المالية. هي الأرض مساحتها حوالي 29,000 وشوية كذا، تعتبر صغيرة. بعد مطالبات 25 عاما تحركت الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأقرت بناء مقر للنادي على الأرض الممنوحة له من قبل رجل أعمال في مخطط الغرفة التجارية، وتمت ترسية المشروع الذي قدرت تكاليفه ب60 مليون ريال على شركة استعانت بشركة أخرى من الباطن وسلمتها المشروع الذي تم البدء فيه في عام 1432، وتم تحديد هذا العام 1435 كموعدا لإنجازه. وبمجرد أن تم حفر الأرض ووضع القواعد
جاءت رياح التعثر لتقتلع الشركة الصينية المنفذة للمشروع من الباطن، لتغادر وتترك أعمدة القواعد عارية يكسوها الصدى وتلهو فيها الكلاب الضال. صرفت ورصد الميزانيات من الملك لعدة أندية من بينها عكاظ. المشكلة في التنفيذ، التنفيذ هو القضية الكبيرة جدا، أن متابعة المنفذ كيف أعطي شركة معينة ولا أدري ولا أعلم هل هي تنفذ، هل هي قائمة بدورها أو لا تقوم بدورها. هذه مشكلة يعني أنا أشوف أن المسؤول عليها واللي يفترض أنه يعني يحاسب هذا الموضوع قسم المشاريع والصيانة في رعاية الشباب. لماذا أين مشروع عكاظ؟ أين مشروع نادي أعتقد ضمك أو جرش؟ جميعها سمعنا أنها رصدت لها ميزانية ولم تظهر على الواقع. متى بتظهر يعني بعد ما رصدت الميزانية بخمس سنوات ست سنوات؟ وأمام هذا التعثر والترقب الذي طال أمده، لا يزال النادي صامدا في فيلا سكنية اتخذها مقرا له في حي السداد داخل منطقة سكنية، ما أثار حفيظة السكان الذين أمطروا الجهات المختصة بالشكاوى من وجود نادي رياضي داخل فيلا في حي سكني يتدرب لاعبوه في الشوارع وفي حديقة للعوائل خصصت أرصفتها لممارسة رياضة المشي، إلا أنها كانت المكان المناسب للاعبي النادي الذين ليس أمامهم إلا هذه المواقع. احنا بندرب اللعيبة بتوعنا في الشارع وزي ما حضرتك شفت، وبعد ما ندربهم في الشارع حوالين حديقة الحكير بنيجي داخل النادي بندربهم على البلاط. يعني طبعا ده غلط، وبعدين يعني ما ينفعش لاعب ملاكمة يتدرب على البلاط. فرغم كده الظروف اللي احنا فيها يعني بنعاني معاناة كبيرة، حتى ما نيجي مثلا نجري العيال حوالين الحديقة قابلنا في ناس تشتكي، لأن هو عبارة عن ممشى، في ناس تشتكي وفي ناس تبلغ الشرطة وفي هيئة الأمر بالمعروف، فيعني معاناة ومشاكل يوميا. في ملعب رعاية الشباب في الحوية، مدينة الملك فهد رحمه الله في الحوية، مدينة مقفلة ودائما للصيانة، مقفلة دائما والصيانة على مدار العام إلا مناسبات معسكرات المنتخب أو معسكرات الأندية الكبيرة تفتح، أما باقي الأيام مقفلة للصيانة. هذه مشكلة حتى يعاني منها شباب الطائف، مدينتهم لا تفتح رياضية، لا تفتح أمامهم، لا تستوعبهم، لا تستقطبهم، لا يقام فيها أنشطة. مقر رعاية الشباب لماذا لا يخصص للأندية في مقر رعاية الشباب؟ النادي لا يوجد لديه مقر، لماذا لا يخصص له مبنى صغير أو كم غرفة لإدارة شؤونه الإدارية؟ يعني كم يحتاج النادي؟ يحتاج 3-4-5 غرف. هذا ما يكلف على رعاية الشباب أن تخصص له في نفس مبناها حتى يكون له مقر ثابت. أما أترك النادي وأعطيه 130 ولا 180 ولا 150 ألف ريال وأقول له استاجر فيها، دبر أمورك فيها، أعطيه مدربينك استاجر، هذه مشكلة. ألعاب شتى منها المبارزة والملاكمة والكرة الطائرة والقدم ليس هناك مكان مخصص لكي يتدرب لاعبوها، فكان البحث عن مواقع في الشوارع والساحات والحدائق والمدارس مهمة إدارة النادي التي ترى أن العين بصيرة واليد قصيرة. يروي أحد الإعلاميين الرياضيين أن أحد لاعبي ألعاب القوى كان يمارس التدريب على طريق سريع فتعرض للدهس قبل 4 سنوات ولقي مصرعه، متسائلا من يتحمل مسؤولية ذلك. من المس...
مسؤول عن زي هذا الرياضي ضاع شبابه ضاعت حياته بسبب انه يمارس لعبته في مكان عام في مكان مفتوح وتعرض لمضايقة او انه كان حادث وتوفى الله يرحمه. الملاكمة في النادي بدأت من 1400 وتقريبا 1408 وحققنا طوال الفترة دي إنجازات كبيرة، آخرها مثلا 18 سنة الأخيرة دي نحصل على الدرع العام. ورغم ان يعني احنا متميزين في الملاكمة ونادي عكاظ، طبعا الإنجاز ده ما فيش أي نادي في المملكة يحققه أو يقدر يحققه بالصورة دي. وبعدين معظم منتخب المملكة في الملاكمة من عندي، من هنا من النادي، من نادي عكاظ. يعني أفضل لعيبة في المملكة من نادي عكاظ، يعني المفروض هو فيه اهتمام شوية بالنادي. والله معنا إيش ما نسوي؟ إيش المعنى؟ يعني أنا بقول لك على هذا، أنا جايب ثاني ولاعبين ثانيين يعني إمكانيات عالية وحلبات وصالات وما يجيبوا شيء يعني إيش ما نسوي؟ ما في أي دعم يعني. نادي صغير وأكياس، أنت شايف الأكياس يعني، لو أي أقل نادي ملاكمة بتكون فيه صالة مقفلة، الأندية الثانية صالة مغلقة، حلبات أكياس، يعني الواحد حتى لو نفس الدر هنا برد وحديقة مفتوحة والناس تطالع فيك والحديقة يمشوا فيها رجال ونساء والواحد ما يستحي يعني يجري قدام البشر ويتمرن وتمارين العالم حتى تطالع فيك كذا، لأنه تمارين الملاكمة غريبة شوية يعني. المعاناة كبيرة بقى ما ينزل مطر ما ليش حتى نتضرب فيها، يعني زي ما انت شفت الحوش، حوش مفتوح، فتبص تلاقي يعني هتتضرب فين، واللعيبه جسمها يتبل وتعيا يعني معاناه. جم ناس من بره كسروا الصندوق اللي فيه الادوات القفازات، عشان يعني النادي مفروض صاله مغلقه او كده، النادي مفتوح اي حد بيخش واي حد بيخرج، فراحوا واخدين القفازات حتى اللي بنتدرب بيها. فكرت انك تبحث عن نادي في امكانيات اخرى؟ والله بصراحة فكرت، بس انه انا النادي هذا يعني التدريب اللي فيه والمدربين واللاعبين يعني مرة مرتاح في انتماء الحمد لله، بس انه بالامكانيات يعني لو في نادي ثاني وفي نفس يعني نفس اللعب ونفس المدربين ونفس، والله اني لا اطلع من نادي ثاني الصراحة يعني، لانه ما امكانيات مرة صفر مرة صفر. والله في تسرب كثير وبالذات السنة دي. يروحوا فين؟ يعني ما زي ما تقول الأيام اللي فاتت دي برد وهوا جامد، فتبص تلاقي ما فيش حد بيجي لك يتدرب، لأن ما فيش صالة مقفولة فيها اللاعب يقدر يقلع هدومه ويتدرب وكده، فيفضل في الهوا وفي الطل كده، فصعب. وعلى الرغم من هذه الظروف التي تعصف بنادي عكاظ، إلا أنه استطاع أن يحقق بطولات محلية وعربية في الألعاب الفردية، وأن يصدر عددا من اللاعبين النجوم للأندية الكبرى، ولا يزال النادي بإمكانياته المتواضعة وميزانياته السنوية التي لا تتجاوز 130 ألف ريال يصارع من أجل البقاء. نادي عكاظ على 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 شارع تجاري، مقره على شارع تجاري، يفترض أنه استفاد من الشارع التجاري، لكن المبنى لحد الآن لم يقام. لو قيم المبنى كان جميع المحلات أو واجهة النادي اللي على شارع تجاري استفيد منها وصارت مدخول للنادي، وتكون تغطي حتى التكلفة اللي الإعانة البسيطة اللي تجي من رعاية الشباب 130 ألف ريال، أنا أشوفها ما هي إعانة، شوفها أنها مثل الصدقة ليست إعانة، رغم من وجهة نظري 130 ألف ريال لا تكفي يمكن رواتب المدربين،
فما بالك ان رواتب المدربين وايجار وخلاف ذلك. احنا الان كثر الله خيرهم يعني عمال ينافسوا، احتكرنا الدوري 3 أو 4 سنوات متتاليه بمدرب وطني قزل جيد. الملاكمه ما شاء الله مع الكابتن اسامه 17 سنه احتكار، كنا ننافس على الاول والثاني في الكاراتيه مع سليم عيد، مدرب سليم عيد. مروا على النادي هذا مدربين كبار في كرة القدم، لكن عدم وجود الدعم كانوا يرحلوا سريعا. مر على النادي الشيخ طه اسماعيل، هذا كان مدرب على مستوى درب المنتخب المملكة. رجال الأعمال في المحافظة هم الآخرون يتحملون جزءا من مسؤولية تدهور النادي ماديا بعد أن تخلوا عن مسؤوليتهم الاجتماعية تجاهه. كل هذه الظروف جعلت من لاعبي النادي يشعرون بالإحباط ويفكرون في هجر الألعاب أو البحث عن أندية أخرى تؤمن لهم على الأقل مواقع مهيئة للتدريب. لابد من تكاتف الجهود، أولا الانتهاء من المنشأة، ثانيا وهي أول مرور يجب أن تتحسن نظرة وزارة المالية للرئاسة العامة لرئاسة الشباب حتى يمكن للرئاسة أن تزيد الدعم. يا أخي الفلوس هذه ما تكفيك شهر مستحقات وبدل سكن وتذاكر المدربين المتعاقدين، إيجار المقر 40,000 ندفع إحنا، يعني عندي سواقين وعامل فوق 40، وعندنا مدربين وطنيين رواتبهم يعني لا تفي. وهذه أنا فندها بالهللة لمن لا يفهم، يعتقد أننا ننام على كنوز. نحن اجتهادات شخصية فردية فقط لا غير. نفترض انه نستثمر في النادي، انه يكون لنا اسم ودعايه في النادي، ما في حتى رعايه، ما في شركات راعيه انها تيجي تلعب في ايش في هذا المقر، هذا ما في شركات راعيه.